الكاميرات انواع، في كاميرات كومباكت كاميرا يسمونها، يعني تكون العدسة مدمجة مع الكاميرا او مع جسم الكاميرا فهما جزء واحد، وفي كاميرا اللي هي الاس ال ار تحتاج ان تركب عدسة على بدل الكاميرا عشان تصور. فكل مصور يحتاج بعض العدسات عشان يصور الموضوع اللي يحتاجه، في عدسات خاصة حق التصوير الرياضي، في عدسات خاصة حق الوايلد لايف او الحياة البرية، في عدسات خاصة حق تصوير الوجوه البورتريت في الاستوديو، في عدسات خاصة حق اللاندسكيب. اي عدسة تحتاجها غالبا تجي اول ما تشتري الكاميرا تكون معاها كاميرا او عدسة ستاندرد يسمونها، تكون عدسة بسيطة فيها زوم تقدر انك تصور شيء قريب وشيء بعيد. كثر ما تعرف بالتصوير كثر ما تختارك العدسة الانسب للتصوير.